صباح الخير اعزائي المتابعين في التحليل الفني الصباحي لشركه وينزر بروكر، هقدمه لكم كريم مجد اليوم 12 نوفمبر 2019 وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن اسعار الذهب. تداولات سلبيه للذهب طبعا وانخفاضات لمستويات متدنيه هي الادنى خلال الست اشهر الماضيه، وده راجع في المقام الاول لارتفاع شهيه المخاطره وترقب المستثمرين اكيد للمحادثات التجاريه بين الولايات المتحده الامريكيه والصين، واقتراب وتفاؤل كبير طبعا من إمكانية إنهاء الحرب التجارية اللي دامت خلال العام الحالي، اللي طبعا من شأنها كانت هتأثر بشكل كبير على الأسواق العالمية والاقتصادية بشكل عام على مستوى العالم كله. ولذلك انخفاض الذهب كدوره أو فقدان دور الهام كملاذ آمن واللجوء للأدوات الأكثر مخاطرة وارتفاع شهية المخاطرة. ما عندناش أي بيانات كان ليها تأثير خلال التداولات امبارح أو بيانات منتظرة النهاردة من شأنها أيضا إن هي تأثر على الأسواق، ولذلك خلونا ننتقل ونشوف مع بعض التشارت توقعاتنا ليه النهاردة. أداء سلبي وخط اتجاه هابط واضح طبعا على الذهب، وقادر ان هو طبعا يتماسك او يعني مدعم او مضغوط عليه بشكل كبير اسفله بدايه من بدايه شهر نوفمبر. تداولات سلبيه، كسر المنطقه هامه 1461، تداول اسفل 61.8 في فيبوناتشي مره اخرى واقترابه من ال 50، كمان مضغوط عليه من مؤشر السار. اداء سلبي، مؤشر الاي ام اي مدينا اشاره سلبيه، تقاطع المتوسطات السعريه الاسفل، المسافه بينهم بدات تكبر وده بيدل على قوه الاتجاه. الاستوكستيك لسه ما وصلش لمنطقه الاكتفاء البيعي على الرغم من وصول الذهب لنقطه مهمه من نقطه دعم مهمه عند ال 1450، ولكن متوقع ان هو يكسرها نتيجه كل الاشارات السلبيه اللي احنا ذكرناها لحضراتكم، بالاضافه كمان لمؤشر فلات ترند مدي ايضا اشاره سلبيه. يبقى في اجماع كامل من كل المؤشرات على الاداء السلبي، خط اتجاه هابط، ثبات اسفل 61.8 فيبوناتشي، ثبات اسفل 1461، كل ده بياكد على مزيد من الاداء السلبي بشرط الاغلاق اسفل 1450 علشان يكون المجال مفتوح قدامه لل 39 وراها ال 30. مرة تانية اغلاق اسفل 1450 هيفتح المجال لل 39 وراها ال 30. السيناريو الاخر والمعاكس هتحقق بكسر ال 1467 وراها ال 72 واخر نقطة عند ال 78. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.